السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني إخواتي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم. اليوم رح نحكي عن موضوع صحة القوات، كيف ترفع صحة قواتك في Clash of Kings. كتير أسئلة إجتني إنه نزل فيديو عن صحة القوات، تكون خاص بصحة القوات، يعني ما دخل سين وجيم. ورح نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أخي الكريم، لازم يكون عندك التنين سكارس ليفل 35. كتير ناس بتعرف هذا الأمر إنه ليفل 35، في كتير ناس مستصعب هذا الأمر، صار التنين ترقيته أسهل من كل شيء. كتير سهل إنك ترقيه لل 35، تحتاج إنك تهجم لبرج التنين يوميا وتقدر أنت ترفع مع الأيام التنين. كرمال موضوع الترقية مثلا، لنفترض هاي التنين غيره، كرمال موضوع الترقية هون، لما بكون عندك تنين سكارسة ما ترقي اخي الكريم بمفتاح واحد. اكبر غلط انك ترقي بمفتاح واحد، يعني بيطلب منك مثلا 84 مليون طعام مثلا مثل ما شايفين هون، وهذا الشيء غلط انك انت ترقي بمفتاح واحد. الافضل انك ترقي بالترقية هون ضربة ضربة، لانه احيانا بتضرب معك اكس 2 وبوفر عليك. طبعا هذا الشيء جربته بايدي ووفرت كتير معادن صلبة يعني ميرسل، وأوفر لك أنك ترقي ترقية أفضل من ترقية مفتاح واحد. وبنرجع للتنين هون، نفوت على المهارة، وبكون عندك المهارة هون زيادة صحة كل القوات. حاول قدر الإمكان أنك ترفع هاي المستوى. طبعا الناس تسأل كيف برفع أنا صحة القوات، كيف برفع هذا المستوى، اللي هي من المجلدات اللي أنت بتاخدها كمان من برج التنين، بتلاقيها بالحقيبة. مثلا هي 10 مجلدات لو بدي مثلا استخدمهم، تمام. ترجع على التنين، تفوت على المهارة. مثلا انا عندي هاي المهارة مسكرة، مثلا هون انا عم برفع مهارة الدفاع المشاة، بتعمل تحديد للكلمة ما شايف، تعمل تأكيد، وهيك ترتفع المهارة شوي شوي مع الايام، وبتقدر توصل ل 20%. تمام. الشيء الاخر اللي كتير ناس بتقول مثلا الكلية انا عامل فيها 60%، الكلية لازم تشتغل عليها كلها كاملة. تمام. عندك صحة القوات هم مثل ما شايف، كل شيء عليه إشارة زائد مكتوب عليه صحة القوات. هاي تاني شغلة مهمة إنك أنت لازم تسويها. بتروح أنت كمان بتدور إنه هل في صحة قوات مثلاً بمكان تاني هون. مثلاً لو رحنا على الضرر المتقدم الجديد اللي نزل، بتلاقي كلياته هجوم هجوم ودفاع هجوم ودفاع، مبين كله معك هون هجوم ودفاع. مثلاً عندك مثلاً جنود النخبة كمان كلهم هجوم ودفاع، طبعاً أنا بشتغل هون على الضرر. وبالكلية هي نسبة الأكبر بصحة القوات. كمان مثلا بتفوت بالعلاج الطبي، كمان ما في شيء اسمه صحة قوات هون، بتعلق بالعلاج الطبي. طبعا بكل شيء بتمنى لما بتدخل أنت وبدك تسوي أي شيء بحث وما عرفت شو الموضوع، فعندك هون إشارة تعجب مثل ما شايفه هون، أنك تكبس عليها وبيطلع معك كل شيء عن هذا الموضوع، فتقدر تستوعب الأمر أكتر، وبهذه الطريقة بتفهم أكتر شيء شو هي البحوث اللي انت لازم تسويها. تمام. الخطوة الثالثة اللي انت رح تشتغل عليها، مثلا عندك هون بالحضارات، في ناس تشتغل بس على حضارة واحدة، انه انا هون بعمل مثلا بس هاي وبعدها بس بعمل بس هاي، انه بشتغل انا حضارة واحدة وانه بدي ارفع الاربع من عشرة. فبتمنى منك انك تشتغل على اربع حضارات، لانه كلياتهم بيشتغلوا بصحة القوات اللي هم موجودة، مثلا صحة العربات وصحة المشاة إلى آخره. هاي الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة هي برج الحكيم. تمام. برج الحكيم متفوت أنت عليه طبعا بال مثلا لو فتنا على كتاب المعارك، كتاب المعارك لو فت أنت عليه هيك بتشوف عندك أنت مرسوم، عندك أنت شو مكتوب مثلا بالضبط مثل ما شايف صحة القوات. تروح مثلا هيك، مثلا عندك هون صحة المشاة مثل ما شايف انت هون. طبعا هون بقول لك بده شيء لازم تسويه، فتتبع كل شيء بالدنيا لحتى تقدر ترقي. طبعا بدها موارد، ما بقول لك ما بدها موارد، بس بدك تحاول قدر الامكان انك تشتغل على حالك بهذا الموضوع. تمام. مثلا عندك هون صحة هون المشاة، لازم تعمل مثلا كل هذا اللي قبله، تعمل هون هون. طبعا يفضل انك انت تعمل بحدث التخفيض يلي هو بيخفض عليك هذا الامر. طبعا في كتير امور باللعبة ما بتلحق تسوي كل شيء مع بعض، فبتحاول قدر الامكان انك تشتغل على مهلك وشيء لازم لك. الكتاب الحياة الابدية اللي نزل يعني بالفترة الاخيرة كمان في صحة القوات، فينك تشتغل عليه كمان.
مثل ما شايف هون وهون وهون بكل مكان في صحة القوات، هذا الجزء كلياته فقط صحة القوات، وهون هذا ما لك علاقة فيه، ما بتمنى منك انك انت تستخدمه الا الاصحاب اللي عندهم جنود النخبة اللي هو الغرفين والنارديل وهذا عزم البلادين ومدري ايش، هذول لجنود النخبة يعني تبعوت الهيبة الستة، تمام؟ فانت ما لك شغل هون فيه. حتى مثلا انه كيف انا بدي اجيب تبعيت هاي الحكيمة اللي هي انت بتروح بتجيبها بتروح بتبدل تعمل تبادل هون بحجر البحث كرمال مخطط واحد 7200، هذا الشيء مو لألك، لأشخاص اللي عندهم جنود نخبة، تمام؟ هذا كل شيء حاليا عن صحة القوات، كيف انت بترفع صحة القوات، تمام؟ صحة القوات اللي هي آخر شيء مؤخرا يعني كانت بالسيد لما غيروها، طبعا في كتير كتير اشياء تغيرت بالفترة الأخيرة، ان شاء الله بنزل فيديو المرة القادمة عن التطورات الجديدة. طبعا عندك انت هون لاحظ هون صحة كل القوات مكتوب عندك صحة لكل القوات، طبعا مثل ما شايف شلون مقسم اسهم ومشات، وعندك اخر وحدة هون طبعا قبل الأخيرة بالمبارزة كمان صحة لجميع القوات 21%، وهون عندك فوق كمان نقاط صحة 5%، تمام؟ يعني 26% للصحة القوات، هاي أهم شيء. بعدها يلي عنده مثلا كليفل 35 أو 38 عفوا ليفل 38 البنية، ما بعرف إذا كان في بالنهدي موجودة، رح نشوف مع بعض. هون أنت عندك هجوم كل القوات، أنا عاملة مثلا نقاط صحة لوحدة كل القوات الليفل 38، طبعا انا حاط هلا ليفل 1 لبجمع موارد ليوم الاثنين. طيب هلا بنفوت على البنفسجي لنشوف اذا كان في صحه قوات، لانه انا ولا مره شفت 38 فيها، اذا فيها خصائص عشوائيه. تفوت هون بين معك، اوكي نقاط صحه القوات ل 4% موجوده مثل ما شايفه هون، هون عطى دفاعك للقوات 18%، تمام؟ وفيها صحة قوات، يلي في ناس مثلا بده يحط صحة قوات، يلي بده يحط صحة قوات، طبعا في ناس احنا بنشتغل على صحة قوات، ضرر هجومي، بنشتغل على 1000 شغلة، فحاول قدر الإمكان إنك أنت تشتغل على الشيء المناسب لإلك. هاي تقريبا الطرق اللي يلي فيها صحة لجميع القوات، الكريستال 38 والبقية كصحة القوات الموجودة. كلها بأماكن متعددة، تمام؟ وعندك هون مثلا كعجائب الحضارة اللي نزلت آخر شيء، هذا المبنى اللي حكينا عنه ما شاء الله في مليون تريليون شغلة، ف هون تعمل انت مثلا تتبرع للمكان اللي انت بدك اياه، طبعا التحالف بشوف شو انتم مقررين تتبرعوا، تمام؟ فهذا التبرع هون، وفي عندك مثلا بكل وحدة لما بتوصل لشيء، مثلا عندك هون هجوم المشات، هون هجوم العربات، هون عندك هجوم الفرسان، هون بتعلق بالدفاع، تمام؟ هون بتعلق للضرر، هون بتعلق كمان الضرر، هون بتعلق بسعة المشفى، طبعا مثل ما شايف هون لما بتوصلوا انتو بالتبرع بالتحالف طبعا لازم تتبرعوا دائما، وبيطلع معك بالنهاية شو المتطلبات اللي لازمة انت عندك بالقلعة، تمام؟ تقريبا حكينا عن موضوع شامل بصحة القوات، اهم شيء انك تشتغل بالاربع حضارات مو بحضارة واحدة، والتنين الموجود اللي هو تنين سكارسا، بس ما بتهجم بتنين سكارسا وانما بتهجم بتنين اخر اللي هو التنين الاحمر او التنين الازرق، اللي اخر تعديلات صارت باللعبة تغيرت الموازين، طبعا كان في فيديو عن افضل تنين، لكن مثل ما حكينا هلا مثلا مثل هون انا عندي فوت اخذها قبل ما حدا يهجم عليها، فبسحبها وبرجع بجمع ب كنز التصدع. مثلا عندك هون مثلا كخصائصي هاي الموجوده تقريبا حنوصل 200 صحه الاسهم، وهيك لازم تشتغل انت على صحه القوات بهي الطريقه اللي حكينا عليها. و طبعا انت بكنز الصدع فينك تشتري عدة اشياء اللي انت بدك اياها، تمام؟ مثلا انا بدي اشتري مثلا ميرثل 5000 لانه ميرثل دائما بحتاجه، طبعا تم هون تجديد هذا
حجر البحث. اوكي حجر البحث عندي، فبشتري بعد انا كمان بالتدريب. وهيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو، وان شاء الله يكون عجبكم. واذا كان في اقتراحات للموضوع بتمنى انكم تشاركونا فيه. كرمال معدات، ما في معدات فيهم صحة قوات، تمام، بس الكريستال حكينا عنه. وادمتم بخير وسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.